وعن آثار نتائج التصويت على الجزء الثاني من الولاية الرئاسية لجو بايدن، وعن أهم الملفات التي دفعت الناخب الأمريكي إلى التصويت ضمن هذه الانتخابات، نتابع ما قاله الباحث في الشأن الأمريكي نادر الغول. الإدارة الأمريكية المسؤولة عن إدارة شؤون البلاد، وبالتالي الديمقراطيين والرئيس بايدن سيكون هو المسؤول، ولكن فوز الجمهوريين في كلا المجلسين سيكون عامل تعطيل، ويصبح الرئيس معطل تشريعيا إنجاز التعبير، بمعنى أنه لا قوة تشريعية لديه، وهو بطبيعة الحال يعني هون يصبح هناك تمرير الميزانية هو عملية تفاوض ومساومة بين الطرفين، لأنه الطرفين معنيين بتمرير الموازنة، ولكن أي مشاريع أخرى ستكون صعب تمريرها من خلال الكونغرس الأمريكي، وسيصبح الرئيس مضطرا إلى استخدام قراراته التنفيذية لتمرير مشاريعه وأجندته السياسية. الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية هو كان العامل الأساسي، يعني الجميع أو أغلب الناس من صوت في الولايات المتحدة في هذه الانتخابات النصفية هم صوتوا بسبب الوضع الاجتماعي، التضخم الموجود، زيادة ارتفاع أسعار الفائدة، الكثير من المعطيات الاقتصادية هي التي دفعت الناخب سواء صوت جمهوري أو ديمقراطي، ولكن بالمحصلة أفترض أنه يعني العامل الاقتصادي هو العامل الأساس في التصويت في هذه الانتخابات.